سيليكسيون من 18 عملت 10 عملت 8 فقط 10 ماهمش معمولين وعليه ما انجزت البرنامج تاعها لاسباب بطبيعه الحال يطول اكيد فيها الماديه وفيها برشا امور ماديه نتصور لكن قام ب 8 و10 لكن انا سي خالد انا صرفت لها كافه الاعتمادات 240000 دينار اي في الاثناء انا باش نطوي البنف هذاك يلزمني عمليه المحاسبه تكون كامله لكن انا اليوم نتعاملوا سي المنصف فقط الكلمه والله الكلمه هذه نتفاعل معكم ونعطيك اليوم رانا نتعاملوا مع وصيفه بطل العالم وثمانية أشهر ناخذوا باش نصادقوا بطبيعه الحال نقول لك انا وصيفه بطل العالم الابطال الاخرين كلهم ولادنا ونحاولوا نسهلوا لهم ونحطوا لهم ظروف ممهدات نجاح الكل هذا واجب علينا باش نقوموا به لانه تو نعطيك بس اخرى انه الرياضيين هذوما اذا كان نقول وصلوا المرتبه هذه صحيح هذا تضحيات من جانبهم هما لكن الدوله زاد وفرت لهم امكانيات منذ نعامه اظافرهم واعطيناهم الامكانيات الكافيه خرجناهم لبرا صرفت عليهم دار مش مزيه لانه عندهم الكفاءات كذلك شوف وصل المستويات عاليه جدا وهذايا كنا نتوقع اللي مش يخفف علينا معناها العبء لانه في الاثناء عندنا رياضيين اخرين واصناف صغرى وعندنا دي بريميس دي جراند دو شامبيون لازم نتلهاو بهم كيف باش نعطيهم امكانيات باش نوصلوهم بسؤالي سؤالي معقول جدا نعطيه حق كل الاطراف اللي مش تمثل الراية الوطنيه مهما كان الاسم لانه الاشكال هذه اليوم مش كان على عزه ينس البوبكري عنده نفس الاشكال حبيب الغريبي عنده نفس الاشكال يعني الاشكال قاعد يكبر اليوم سؤالي المطروح السيده الوزيره ربي معاها وربي وفقها واليوم النتائج والحمد لله ماشيه في العهد نتاعها علاش ما طرحتش كل التساؤلات هذه والاشكالات هذه وقت اللي مشيت لمجلس نواب الشعب وقدمت ما عندها من مشاريع قدمنا المشروع نتاعنا وقدمنا زاد كيف طلباتنا بخصوص الميزانيه نحكيو على ميزانيه تطورت في المنحه لكن معظمها ماشي في تاجير احنا على قسم التدخل شهدنا تراجع في الميزانيه وهذا صحيح من مشاكل الرياضه نتاعنا والثقافه نتاعنا انه الميزانيات نتاع وزاره الرياضه وزاره الثقافه انحدرت الى اسفل السافلين واليوم الناس الكل تقول لك اعطيني واليوم هذم ابطال عالميين سي المنصف وانت تعرف صحيح والحمد لله وهذا شيء يشرفنا وشيء يفرحنا لازم نحضروا رواحنا ونعملوا استراتيجية ماديه واستراتيجيه معناها عمليه باش تخلي الابطال هذوما تكون عندهم الديمومه مخطط على امتداد سي خالد عملنا مخطط على امتداد خمس سنوات وحطينا شيء الامكانيات المطلوب توفيرها باش نوفروا كافه ممهدات نجاح لفئه الرياضيين نتاعنا نقراوا حساب رياضه المستوى العالي ونقراوا حساب زاد الاصناف الصغرى اللي من واجبنا زاد كيف باش نمهدوا لهم الطريق باش ينجحوا كيف معناها المنظورين دونك هذا الكل راهو ماذا بينا شويه تفاهم لانه يعني الاولاد في الاخر كنا وطنيين كنا بلادنا هذه ونغيروا عليها والظرف اللي قاعد نمروا به لاباس الناس تتفاهم صار شويه روتار ما يسالش نتجاوزوه ونعطيك حتى بالارقام تو بالنسبه للرياضيات اللي يتشكاو تو حقهم يقول لك انا ما عنديش لكن ثم دي زون دومبر حبينا ناخذوا توضيحات انا نقول معناها برنامج مثلا عزه برنامج عزه وفرنا له 240000 دينار ووفقت تقريبا 18 18 تاكسيون كي صارت منهم الثمانيه برك هي العشره الاخرين هذا كان شيء احنا نطالبوا بتوضيحات ومؤيدات للصرف المالي دونك ما نقولوش ما عندناش فلوس حاجه اخرى انا عندي تو من عزه بالنسبه للبرنامج تاعها فضل تقريبا 32000 دينار ما عنديش انا وثائق فيهم حاجه اخرى عندي مثلا الدراسه نتاعها وهذا واجبنا تو من المفروض احنا الرياضيين نتاعنا وبعثناهم للخارج لكن الدراسه ما كانتش في الحسبان ما لقيتها خذينا ونشارك الدراسه لكن كمان زاد حتى المشاكل القديمه سي المنصف ما تعلقش الجديد وما تخليش المشاكل زيد تتعمق لكن اليوم عندنا مشاكل في القديم ونزيدوا نعمقوا الازمه نتاعنا في الجديد وما نعطيوش المستحقات نتاع الرياضيين نتاعنا هنا وكانه يحس الرياضي انه قاعد يتعطل وكانت في اشتخي معايا عزه تقول مسؤول من الوزاره ما تحبش تذكر اسمه قالت ما حبش نذكر اسمه قالها اخي انت شاد علينا سميره تيحتي برا مش يخوض جنسيه اخرى هل يعقل اليوم من سلطه لا لا اشراف لا 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 مثل لا لا وزاره لا لا شؤون الشباب والرياضه دون تجني مانيش نتجني انا مش هذا موجود بيكستخي وكلامها هي موجود ما تجناوش على المسؤولين لانه مسؤولين يستحيل كان مسؤول يتكلم باللغه هذه ما
بالعكس انا احنا هذا ما قالته عزه، هذا ما قالته عزه. لا لا ما يجيش هذا، يجيش اكيد يجيش لانه في حاجه الابطال نتاعنا انهم هم قاعدين يعرفوا بالبلاد، هم قاعدين يرفعوا في الدرجه، هم السفراء نتاعنا هم يعرفوا بالبلاد، هم قاعدين معناها يضروا معناها ربما بديرتهم باخرين فائده البلاد، لا ما ننكرهوش. هيك نمشيوا للصلح نحن سي المنصف، واكيد ديما للصلح عندنا مكان. اليوم كيفاش تفاعلت الوزاره مع موضوع عزه بسبيس ومع موضوع كل البطلات نتاعنا والابطال نتاعنا، لانهم هما تاج راسنا وهذوكم هما اللي قاعدين يهزوا في الدراب نتاع تونس البر، وهذوكم هما السفراء الصحاح. انا نقول هذوكم اللي قاعدين يخدموا في السياسه الصحيحه، هذه قناعاتي انا. كيفاش نجموا نلقاو حل؟ انا بربي بالنسبه للكونترا، الكونترا فيه دو فولي، فولي الاول فيه مسائل لوجيستيك والتطوير الفني، والفولي الثاني فيه تحضيرات تاع الرياضيين. بالنسبه للفولي الاول يبدا حسب موسم رياضي من 1 سبتمبر حتى 31 اوت بشكاني كل شكاني، وعندنا الفولي الثاني اللي يمتد حتى ل 31 ديسمبر. دونك النشاط نتاعهم والاعتمادات توفرت حتى ل 31 ديسمبر. دونك ما نقولوش احنا من سبتمبر، سي فري بالنسبه للوجيستيك، لكن اللوجيستيك انا بعثنا احنا باش ناخذوا بعض التوضيحات الى حد الان ما جاتش. انا عندي وثيقه، انا في بالي المعلومه اللي عندي قد حكيت مع كل الاطراف الكل، وتعرف سي المنصف اليوم من من من, من الحيره فيها انك تسمع الاطراف الكل. المعلومه اللي عندي انه عزه عندها تقريبا 8 أشهر تبعث في الايميل للجامعه نتاعها وليك انت، وما لقات حتى جواب لا من عندك ولا من عند الجامعه نتاعها. شنو ذنب البطل هنا؟ انا ما كانش تبعث لي، ما كانش تبعث لي سي بابري، وصححت هذا الموضوع معهم هم مع بوها واختها، لانه كانوا يبعثوا لي من ادريس غلطه. هذه من ناحيه، من ناحيه اخرى انا قلت لك صحيح تقول عندي 8 اشهر ونعم، لكن زاد كيف كيف هاي الجامعه بعثت لها من 18 ديسمبر مثلا بعثت لها مدنب توضيحات بخصوص المنحه اللوجستيه، ثم نقاط جبدنا عليهم قلنا اعطينا توضيحات مثلا الدراسه نتاعها تعمل انسكريبسيون، لكن انسكريبسيون ماهيش وثيقه تصرف، هذه اعطيني ما يفيد انك تساعد الاعتمادات هذه، واللي خاصه اللي المبلغ مش شويه راهو ما نحبش نحكيه، انا ما نقولش المبلغ، مبلغ كبير ما يصيرش. خلينا نقولوا اليوم نحن في عهد الشفافيه سي المنصب ونحكيو كل شيء. وصلنا حكينا عن الموضوع هذه تحشم، لان انا المفروض نحكيوش عليها، نمشي ونبني ونعمل استراتيجي ونعمل فيزيون تاعنا في الرياضه ونحاولوا نطوروا منها. دخلنا في تفاصيل الحق باش تضيعنا برشا وقت، مش هذا المطلوب. مطلوب هات نلقاو الكونسنسوس بين كافه الاطراف، وهذا هو الواجب والمطلوب. كيفاش نلقاو الحل اليوم؟ وبطريقه وديه بربي، حتى الوسائل اللي قاعدين يعتمدوا فيها ما تجيش هذه. اوت البارح كان عندنا شو معناها الوسائل اللي يعتمدوا فيها المقصود؟ والله من هم زايد ما نحكيهاش سي خالد خير، لانه لا ما يصيرش مثلا هي اعتمدت وسيله الاعلام وخرجت تكلمت وحابة تدافع على حق، هذا وسيله من الوسائل. هي ثم وسائل اخرى تراها انت غير قانونيه؟ ثم وسائل غير قانونيه اللي هي ما يصيرش. قول لي سي المنصف، نعطيو كل واحد حقه. اليوم نحن ننتقدوا سي المنصف كما ننتقدوا عزه. يا سي خالد انا اكبر من شيء هذا، ما نحبش نطيح المستوى هذا، ما هذه ملحوظه ونتعدى جو باس. هنا اللي كان مشلينا نلقطوا على بعضنا في نقطه، هذه انت ما عملتيش وانا عملت لك وانت ما عملتيش. انا راه كل شيء رياضي قبل كل شيء هو قدوه، واحنا وفرنا له كافه الامكانيات باش يوصل للمستوى هذاك. مستني دول بالنسبه للفئه الرياضيين، برشا رياضيين ومنهم عزه وساره واناس كانوا ديزي دول، لكن تويكا ثم حل ارباك. ما نعرفش علاش انا نتعمقوا في المشاكل هذه وبعتالي فك يدك من شوشتي. راه قبل كل شيء راهو احنا مش مسؤولين بصفه مباشره عن الرياضيين، ثم جامعات رياضيه، والعقد مبرم بين الجامعه والرياضي. اذا كان ثم موفيز كومونيكاسيون والا سوء تفاهم بيناتهم بربي ما يوظفوهاش. اليوم السؤال المطروح صحيح ما نوظفوهاش ونبعدوا على كل الاشكاليات البسيطه والصغيره اللي مش تقلق الوزاره ولا مش تقلق البطلات نتاعنا، لكن اذا كان اليوم لي زاتليت نتاعنا مثلا ثلاثه ولا اربعه عندهم نفس الاشكال، ما نتصورش كان ثلاثه ولا الاربعه غالطين. ثم سي المنصف اليوم تعمل عقد نتاع كما نقولوا نحن، تعطيهم عقد اهداف في مارس وتطلب منهم التتويجات في جانفي، صعيبه شويه سي المنصف. صعيبه شويه سي المنصف، وهنا كانك كتفتوا البطل وعرقلته، وهي سيدي ما عندوش دي كومبيتيسيون في شهر جانفي عالميه اهو. هذاك حاضر من قبل، خاطر ثم معايير لوقع اعدادها لاسناد المنح هذه، قلنا على الاقل المعايير هذه تكون بالنسبه للناس كل.
لانه صحيح صعبتوها عليهم شويه، صعبتوها سي المنصف، كنتوا قاسيين شويه عليهم. ها وقع، لا ما احناش قاسيين عليهم، وقع اعداد البرنامج هذاك بطبيعه الحال في جلسه تقريبا 24 جانفي مع الجامعه التونسيه. انا قلت في جانفي، هو في جوان معناها مش في جانفي، مارس مطلوب في جوان. جانفي نحكي على الكونترا تاع 2018. وقع التفاوض فيه مع الاداره الفنيه للجامعه بحضور معناها تقريبا رئيس الجامعه، وقع اتفاق على الاهداف هذيك بطبيعه الحال. هذا ما نجم يكون كان بالتنسيق مع الرياضيين نتاعهم. احنا رانا نتفاوضوا مع جامعه، مع اداره فنيه. الرياضيين عندهم فيزافي تاعهم هو المتعاقد مع انا باش نلخص شويه الموضوع، ويزمك تكون بحذايا ضيف ناس المنصف، لانه الاولمبياد نتاع طوكيو قادمه، وعارف عندنا برشا ابطال وبطلات قادمين، واليوم يلزم عندنا مشروع كامل الابطال نتاعنا، وشنو حضرنا لهم، وشنو الاهداف، وشنو العقود، وشنو المدربين. أنا نعرف اللي عندك شغل كبير تشتغل فيه، وهذا راهو ديما نقول واجبك، وانت كفاءه كبيره في البلاد، وحشتنا مثل الكفاءات هذه. لكن زيد كي بتصير برشا الامور البيروقراطيه، انه في شهر وشهرين وصعبوها على البطل، زيد البطل ما يلو كان انسان، وما يلو كان متغرب في بلاد الناس، وما يلو كان يقرا لبرا ومعمل على بلاده ومش معمل على بلاد الاخرين. عنده حق على بلاده كما بلاده عنده حق عليه، باش نطلبوه احنا البطل نتاعنا سي المنصف، وقت اللي نوفروا له نجموا نحاسبوه، اما نعطيوه الدعم نتاعو مخر ونخليوه يبكي وهو مضروب وما عندوش حق الكيني وما عندوش حق الانسكريبسيون نتاعو، ولا جيب لي الوثيقه هذه، وكاني وليت فما شك بيني وبين المسؤول نتاعي، واعطيني هذه قبل هذا، وصب لي هذا قبل هذا، برشا بيروقراطيه تقلق. هذه يقتضيه القانون نتاعنا وترتيبنا واجراءاتنا. احنا مع القانون، هاو معاك سي كمال إجاز كمال بلي سي منصف، سي المنصف هو معاك كمال باش يتفاعل معاك إجاز. لا واجب، واجب سي منصف، سي منصف واجب، سي منصف كمال الخميري معاك. نمشيو احنا للحلول، هات لقاو الصياغ المناسبة باش تلفاو هالإشكاليات هذه والروتار هذاك. الروتار يظل يصيفنا في الصيف برشا سي المنصف، كان طبقناه في الصيف مش توا عاد. في إطار الفضل كان ما يصيرش. امشي كمال، امشي معك كمال الخميري يحب يتجاوب معك بإجاز، إجاز كمال سي المنصف. مرحبا وبيك يا عايشك. انا ريت التوا اللي حكيته كل واضح، اللي انا نطالب منكم كسلطة اشراف يلزم تتاقلموا مع التطور الابطال نتاعنا، وتعرف الامكانيات نتاع البلاد نتاعنا محدوده، ومصاريف نتاع الابطال نتاعنا في دول اوروبيه سي تري كوتو، معناها الامكانيات ماهيش متوفره. هل ممكن الوزارة تلقى تنقيح نتاع قوانين باش تنجم توفر مشاريع مثلا استثمار رياضي ولا حاجة باش يدخلوا الخواص ويمولوا أكثر حتى ينقصوا من عبء الدولة؟ واضح سي كمال كلامك زين وعلى راسي وعيني، وتعرف احنا حتى في عقد الأهداف مع الرياضيين تم دي كلوز اللي مسموح للرياضيين باش يشوفوا دي سبونسور، والسبونسور هذوما انا اقول مالوريزمون في البند نتاع العقد الاهداف يقتضي كونه الرياضي يلزم يعلم الجامعه نتاعه بكل عقد اشهار ولا استشهار مع المكمش اللي عامله مع اكس ويغريك. هذوما هذا ما تماش تنسيق. هذا شفناه حتى في جلسه مع السيد الوزيره بحضور رئيس الجامعه، بحضور الرياضيه، وبحضور والد الرياضيه. اذا كان احنا توا قلنا رانا اهلنا عديد الرياضيين راه اولادنا ديما اولادنا، وتقول مش مزيان. جاء الوقت نقول اللي تعرفوا على المستوى العالمي. حتى الشركات المستشعر هذه راهي تنجم في اي رياضي يقدم له برنامج نتاعه يمشي ويستشهر في الرياضي هذاك ويستثمر فيه. على كل يا سي المنصف الموضوع طويل ياسر، ومش ناخذ من وقتك دقيقتين ثلاثه ما اكثرش، باش نجبدك على رياضه اخرى اللي هي الكيك بوكسينغ، وتعرف الاشكاليات اللي صارت على الجامعه، والجامعه ما عندهاش رئيس، والانتخابات في افريل، فما بطل اليوم تونسي بطل افريقيا ثلاث مرات هو بجنبي اللي هو السيد سي لؤي ميلاد، شاب يافع، شاب يحب يخدم، شاب يحب يقدم لبلاده اكثر، شاب عنده برشا طموحات، اليوم لقى روحه وحده ما عنده الجامعه، ويقول وكأنه الوزارة مش قاعدة تسمع فيه. لؤي هو معك سي المنصف شلغاف، إطار كف، تنجم توصل كلمتك ليه. مرحبا سي المنصف. أهلا وسهلا. نورمالمون سي المنصف يعرفني من قبل مش من تو. أن دو سؤالي، الجامعة التونسية كيك بوكسينغ والماشية، أنا بطل أفريقيا للكيك بوكسينغ مع الجامعات المعترف بها، مش بطل من ورق كيف برشا معناها استقبلتهم الجامعة التونسية للكيك بوكسينغ. أنا وقع تكريمي
عند الوزير الفارط سيمير بونفيه، وانا الوحيد معناها اعوذ بالله من كلمتين من رياضيين العاب فرديه اللي رفضت دعم وزاره الشباب والرياضه بحضور بروتوكول سيد وزير الشباب والرياضه، بحضور رئيس الجامعه التونسيه للكيك بوكسينغ القديم اللي هبط فيه رابور ميلي السيد علي الديوري واللي عنا تو عام ولا عامين ما يقاش محاسبته. انا اول واحد جرأت الى وسائل الاعلام ووسائل المواقع التواصل الاجتماعي وهبط تقرير مالي قبل ما يوصلكم حتى انتوما على البطوله العربيه اللي نظمت في حمامات واللي وصل معناها السومه بتاعها اكثر من 300 الف دينار. بطوله عربيه معناها اربع بلدان واللي فينال لعبوا تونس كونتر بعضهم، ولحد هذه الساعه ما فما حد شيء معناها يخرج. وكان تعرف سيمونس في اللي احنا 2020 عندنا اول عام العاب اولمبيه اللي استلتوا الهبطه نتاع اللي باش يمشيو سنه معناها مع الناس شامبيونات دو تونيزي. خلي يجاوبك تفضل تفضل معك سيمونس. اي قلت لي العاب اولمبيه 2020 اي انا على علمي رياضه كيك بوكسينغ ماهيش رياضه اولمبيه. لا ملا دخلت سيمونس من عمناول بوكس تاي دخل ملا من عمناول وعندي من انا تحب من انا بعث لك حتى بارفاكس بارميل في البوكستاي والبوكستاي تقريبا مش خلاها يبيع حتى الجامعه. لا احنا الجامعه التونسيه للكيك بوكسينغ والصابات والانشطه التابعه فوالا احنا علاش معناها. لكن الهيكل الدولي المخرطه فيها الجامعه التونسيه للكيك بوكسينغ وما ثم زوز الواكو جالي افام واللي اسكا سي منصف الواكو واللي اسكا تونس هذه ما شكون تخدم الاسكا. لا ليسكا يا سي منصف حتى كان ندخل معك في ديتاي هي اورغانيزاسيون بتاع جلوري اللي اقوى ما اللي يلعب فيها بدر هاري معناها نتاع اقوى معناها لي بوكسور كان تعرف معناها. ثم شوف ثم الرياضه نتاعكم فيها برشا خصوصيات تعرف. لا يا سي منصف احنا عندنا الجامعه التونسيه للكيك بوكسينغ والانشطه التابعه كهو فيها تروا ستيل كيك بوكسينغ بوكس تاي وسافات. باهي لؤي معك. انت رياضي من هوات ولا انا محترف من في تايلاندا من 3 سنين وجبت عقد الاحتراف نتاعي للسيد الوزير الفارط وجبت له حتى قداش نخلص وعندي تروا سبونسور وجبت له الاسامي نتاعهم اللي هما معناها من ليترونجي مش من تونس الماني وعندي ديتاي وعندي دي ماروكان تروا. انا قلت لك الحاجه الوحيده وقت ديرنيرمون انا قابلت السيد البروتوكول سي محمد الحاج معناها جيتي شوكي اني معني نعمل بروسيدور ادمنستراتيف نتاعي نقدم دوسي باش نقابل السيدة الوزيرة على خاطر عندي لو 20 مارس نلعب على تيتر دافريك بوكس تاي بروفيسيونيل. سيمونز فينا ما قلتكش انت جيك با مال تروا فوا ما هاي الفرصة جيتي سيمونز هاي الفرصة مويتيا وتنجم الضمن يا سيد اي ربي اسمع راهو كثرة علي. لا انت معذور اني كثرت عليك معناها مشاكل الجامعات الكل. تفضل سي منصف تفضل سي منصف يا سي خالد تفضل سي منصف. انا ماذا بيا توضيح على رياضه الكيك بوكسين ككل خاطر توا يوميا قاعدين يتوافقوا علينا رياضيين صحيح وكل واحد يقول انا الجامعه مش لها هذه. انا نحب معني الجامعه واضح باهي لا الجامعه موجوده المفروض انتم راهو الحل ساعات تلقوه عند رئيس مصلحه تلقوه عند مدير عام رياضه صحيح مش عند وزير ولا عند كاتب دار اي اكيد لانه هذاكم اعضاء حكومه وعندهم دي ماكرو بروجي اللي ينظروا فيهم ما بكل صراحة تمشي للسيدة الوزيرة أو السيدة الدولة باش تلقى عنده التزامات وشغل انشغالات سيمونسف أنا سيمونسف أنا قلت عمناول ولا عمناول لأن احنا الهيكل الرياضي اللي يعنى بكم انتوما ميسالش أنا راني تعديوا لعديد الرياضيين كيفك أنت وسهلت لهم مهام تاعهم وحلت لهم مشاكلهم في لحظة صحيح معقول حاجه اخرى بربي خليني نوضح حاجه اخرى يا لؤي تفضل. احنا تعرف عندنا جامعه تونسيه لكيك بوكسينغ اي عندنا رئيسة بروفيسوار تو والانشطه التابعه الجامعه هذه تو هي في وضعيه انتقاليه اي صحيح لكن بالنسبه للجامعه هذه راهي تعنى برياضه الهوات فولا رياضه الهوات باش تاهلهم وتوصلهم مستوى الاحتراف اللي يحب يبقى في الهوات يبقى واللي يحب يحترف هذاك سي تنشوا بالنسبه لي واضح لكن يقعدوا ديما اولادنا وتوانسه ومش مثلوا البلاد واضح وبالتالي احنا ما نجموا كان نسهلوا لهم مهامهم في مشاركاتهم سواء كانت قاريه ولا اقليميه ولا دوليه. نجم نجاوبك تو سي منصف المبدا اللي نحبكم معناها الناس كل تفهموا واذا كان عندكم حاجه في الرياضه مرحبا بكم بارك الله فيك محلول انا ناخذ 15 16 ساعه جيوني حتى العشرة تاع الليل تلقوني في المكتب بارك الله فيك. واضح سي منصف انا راهو مش اللوم عليك على خاطر انت معناها كشخص معذور معناها تخدم في
تخدم في بوست نعرف معناها توكيبي برشا حاجات جامعات كل كذا، لكن انا نحكي لك قلت لك انا كمعني بالامر انا بروفيسيونيل عندي 60 كومبا 60 كومبا برو انا جي بوكسي بارتو حتى في الشيلي لامريك لاتين فرنسا جي بوكسي بارتو تايلاند انا قلت لك توا عندي عقد احتراف نتاعي تايلاند عرضته معناها حتى على الجامعه التونسيه كيك بوكسينغ القديمه اللي هي كان المشروع نتاعها اللي انا اول عبد ربي شفت معناها مشروع نتاعهم ان هما يحبوا يخدموا البروفيسيوناليزم والاماتور اون باراليل وديجا نظموا ايفينمون شامبيون دو موند سانتور مونديال اللي هو الغريب اللي تعمل في قبلي بحضور الرئيس الوزير السابق والكل دونك هذا سي ان ديسكولو مونتر اللي معناها المينيستير نتاعنا والفيدراسيون نتاعنا يخدموا في البروفيسيوناليزم والاماتور اون باراليل معناها اني تو كي تعيط لي فيدراسيون تقول لي نحب على جو اولمبيك نلعب تلعب معانا دونك انا شنو نولي من البرو لازمني نلعب اماتور بالبلاسترون وبالكاسك وبالكذا ولينا دون لو طون نلعب برو سون بروتيكسيون كذا لازمني نلعب خاطر هذه جو اولمبيك كي تعيط للمونديال نلعب مي كي تعيط للافريك ما نلعبش كي تعيط للاراب ولا بطوله تونس ما نلعبش فهمت شنو هو سبور دو كومبا معناها انا فسر لك حاجه لكن عندنا برشا مشاكل سي منصف بالحق لازم تلقاو لنا حل احنا راه مش طالبين فلوس تلقاو لنا حل عندنا اولاد صغار انا مثلا عندي اولاد صغار راني فيهم gratuitement وكل شيء معناها تضروا السنين ما دخلوش في الير سبور وكذا تضروا بالحق سانسيرمون كي يجيك ولي يحكي معاك ولا يجيك هو يحكي معاك يقول لك حلمي نحب نمشي للسبور وما عندوش لا اجازه السنين لا عنده حتى شيء مسكر باب الانخراط مسكر كل شيء عندنا دورينك عندنا دورينك وعندي فيهم انا توا نوري حتى الجماعه اللي بجنبي عندي فيهم لي شيك نتاعهم اللي تشراو بهم اللي هم مصنوعين ب 70 مليون ولا شنو معناها هكا معناها ماشي فيهم رابور مالي وكل ومن بعد تلقاهم مفكوكين واحدة في الشمال واحدة في الجنوب حتى بطولة ولاو يكريو فيهم معناها خواص هذي معناها ولا معنى أقل ما يقال عنه سرقة واحد في دومين متاع سبور سامحني منصف عبيت تستغل عبيت تستغل كي تلقى انت الرئيسة نمشي نحكي معهم نقول لي يا سيد الرئيسة اتدخل انت معناها اللي عندك قدوة اللي عندك قوة عليهم اتدخل انت معناها واحكي معاهم وقول لهم راهي رينجا ذيك متاع الدولة مش متاعكم مش متاع السيد الوالد باش تكريها معناها انت في غالا معناها سواريد بوكس نورمال بالفلوس وكل سيمونز فانا مش اللوم عليك انت لكن انت توا رجل الموقف انت كي توقفنا انا ما عنديش حتى مشكل اي فوالا ليه نجم زيدة في بعض الاحيان نجم اللوم عليك نقول لك معناها شنو وراء الجلسة الانتخابية او الجلسة العامة اللي صارت معناها في جور فيريه وشنو هو معناه اللي كان وراها وعليش سيد علي الديوري بعد دوسي فساد واللي هو موجود عندي زيد نوري للجماعة اللي هو عندي دوسي فساد معناه كل كي يجي يقول لك الأدوات معناه اللي يمسح بهم ويغسل بهم في الفيدراسيون العام ب 13 مليون سي شوكون كي يجي يقول لك أنا نكري معناه دو لوكاسيون في الشامبيونات دراب ب 74 مليون سي شوكون فهمت يا لؤي هاتولي ملف عطيته بعثته نعاود نجيبه لك بعثت الملف ونعاود نجيبه لك موجود عندي الملف سيمونز سامحني خليني نوضحها المثل هذه بربي تفضل سيمون صاي تفضل اي اجيز يلا يخليك خليني نوضحها العمليه هذه انتم تعرفوا الحيثيات اللي صارت في حلال المكتب الجامعي اي وقرار صائب جدا 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 زاده سيد الوزيره معناها تدخل فريمون معناها رجولي اني تجي وتحل المكتب لكن يا سيمون من بعد كي تتلفت تلقى راجل خرج فيه تقرير مالي وتلقى دي زونترونور وتلقى ديريكتور تكنيك يقول لك نتشفع منه الراجل هذايا ونقدم فيه هاكا عندي دوسي موجود يقول لك نقدم فيه نشكي به للحب قبل الوزير هاو سي المنصف معاه سيده رانيا فريخه دخلت في قناه خاصه دخلت في قناه خاصه صحيح كذا وتتشكى من شنو قال لك الملف مش في محل تتبعات في محل في بالي يا سيمونز في محل تتبعات لكن لي زونترونور اللي يخدموا معاه يمشيو يشكوا به معناها الهيئه الحقيقه والكرامه ودرا شنو كذا يكبروه والسيد يعاود يرشح روحه يا اخي يلعب علينا ولا شنو تو قدير ان احنا غدينا طرف على الملف هذاك لا الوضع كل حاجه تمشي في بلاصتها ثم هيك رقابي هو لاهي الملف هذا وثم الجانب الفني اللي قاعدين كيف احنا لاهيين به بالنسبه للجامعه تحل المكتب الجامعي حل صحيح حط مكتب وقتي المكتب وقتي هذا الناس كل على عينكم وتعرفوا لي فشل في اعداد الى جلسه عامه انتخابيه استثنائيه صحيح وبالتالي تلزينا باش حطينا مكتب جامعي وقتي جديد هذا كلك كنا وراه في اجتماعات معناها لصيقه دوريه باش ما نوخروش على الهيك الرياضية نتاعنا والجمعيات اللي قاعدة تنشط في الاختصاص هذايا منخروش عليهم باش نعمل نجيبو لهم مكتب جامعي منتخب شرعي صحيح هو واحد فريق نورمال مو بروفي واحد فريق الموضوع طويل ياسر سي الموضوع طويل
تبعني عملت فيه الهيئة خريطة طريق وبالتنسيق معنا وبطلع الحال توا حد وحتى جات متاعهم تقريبا تبريد وهذا يقول لك إن شاء الله مش يصير فوربينتو معنا ان شاء الله يصير في القريب العاجل وتحل كل اشكاليه المنصب لؤي ميليدا يحكي بحرقه على الرياضه نتاعو خاطر ويلعب برو لبرا وقالك ما حاجتيش بفلوس جامي كانوا تنجيب لك دوموند سبونسورينغ ولا دوموند كذا ما تعطينيش لو قالك ما تعطينيش وعنده استقبلوا عندك في المكتب نتاعك سي المنصب واسمع منه كل شيء انا مكتبي مفتوح وتفضل في بارك الله فيك ما نرفض حتى حد نعرف في هاول المكتب محلو وكان في بالك باللي في المومتي ان شاء الله سي مونس في لو 20 مارس نلعب على سي ديجا تو على في المومتي من نفس نتاعك خلينا نسهلوا لك مش ما تحضروا فيه اموا معناها كوزاره خاطر هو ديجا ماشي اون باراليل مع المندوبيه وفيه دوسي صبيناه للوزاره و نورمالمون معناها يجي شكون يمثل وزارة الشباب بيرحب والديك هذا المطلوب مطلوب لا فاهم هو الطرح لؤي سي المنصف لؤي فاهم الطرح اداريا ويبعث المراسلات نتاعو ويميلي ويفاكسي وفاهم عن طريق المندوبيه الجهويه نتاعو يعني فاهم وما يلقى كان دعم من عندنا يعطيك الصحه سي المنصف ان شاء الله لؤي هاو قالك سي المنصف البيرو نتاعو محلول المكتب محلول اطرح كل الاشكاليات هذا واجبه وقالك انقذني حتى كنت حاب تنقذني وعلاش الحاجه المزينه هذه هي الحاجه المزينه وقت اللي يظل المسؤول الرياضي يتحلى بروح المسؤوليه مش كي برشا عباد سامحني سي المنصف لانه فهم برشا عباد مسؤولين وماخذين مسؤوليات خليني ساكت برا سي المنصف اكيد نعملوا برنامج وتكون بحثينا حاضر انا ونحلوا برنامج لانه الرياضات الفرديه نتاعنا عليت برشا البارة جابت برشا ميداليات عليت درابو البلاد الفوق نحب نلقاو درابو بلادنا ديما عالي ومش بالسهل مازالوا عامين على أولمبياد طوكيو وإحنا مازلنا منش حاضرين كم يلفو واستراتيجية مش واضحة وبرشا كلمات وكلمات وسلمات استراتيجية تعنا واضحة يا أخوي خالد أي. استراتيجية تعنا واضحة وتنجم أنا تعيط لي طول النبس وعليك معناها شمال من تو على المباشر هالأربع الجاي بحضنا في اللافونغو ان شاء الله ان شاء الله هاكا واعد المستمعين نتاعنا باش تكون موجود بحضنا سي المنصف الاربعاء القادم ان شاء الله في لافونغو الاربعاء القادم سامحني عندي التزام البرا ماشي عندي بروتوكول بصح دونك الاربعاء اللي بعده يا سيدي بالتوفيق في كل الاستحقاقات وان شاء الله نلقاو كل الحلول الوسط اللي مش تخلي الوزاره علاقتها بالرياضيين ممتازه وتلهوا لنا برشا بالجامعات لانه فهم برشا خوارس المنصف في الجامعات الرياضيه نتاعنا يعطيك الف صحه على هذا التدخل مشي لك امين دونك لؤي ميلاد هو حكى على ممكن الخوار اللي صاير في جامعه الكيك بوكسينغ والا موجوده ولا مش موجوده هذيك التفاصيل بعد الندوات والقضايا اللي نتاع الفساد المتخدر نعرفوها من بعد في وقتها علي الديوري كان ضيف هنا بحضنا وقال خالي من كل اشكاليات وعبر عن الراي نتاعه وقفنا معاه والسيد عنده ملفات فساد عليه مانيش عارف كل واحد عنده حكايه علي بدر يقول انا ما عنديش الاخر مكرم الزعلون يقول انا ما عنديش كلها ما عنديش يقول لي كذا ما فهمتش انا لشكون باش نعطي الرد وشكون حق الرد وكل واحد يقول لك ليه ما تجيبليش فلان ولا جيب لي فلتين يعني ما فهمنيش قبل مشين. خالد مشكلتنا انه في بالنا في الاعلام مقصرين شويه مع الرياضات الفرديه ونقولوا انه الرياضات الفرديه سماء صافيه والعصافير تزغط يقول لي امين لافونغو اكثر حصه رياضيه اذاعيه خدمه الرياضات الفرديه لا طلعت مشاكلها اكثر من الرياضات الجماعيه يظن لي الرياضات الجماعيه لاباس باراكوز خوفي كان اعظم يا كابتن لا معناها خاطرك نشوفوا هكايا الرياضات الفرديه يظن لي مشاكلها اكثر من انجازاتها ممكن مغطين علينا بالتتويجات الابطال نتاعنا ماناش قاعدين نشوفوا في المشاكل حتى من ناحيه الاعلام ماهيش معناها مش لاقي حظك لا مش لاقي بحكم الرياضات مش لاقي حد قبلك هو راهو نتكلموا بالمعقول تو بالحق نورمال الوسائل كل حاجه الرياضه الجماعيه ديما تقعد معناها اكثر سبونسور للراي العام الكل قال لك عندي 3 سبونسور من برا اي ما جاب اي ما جابهم واحد والمشكله انه هو يجري عندي مانجير عندي مانجير قوي برشا يقود مانجير عندي مانجير ماروكاي ان شامبيون ان ليجوند في الدومين هذا يوسف بوغانم يسكن في تايلاند هو اللي يجيبهم لي عندي دي سبونسور اللي مش سبونسور يدفع لك هو سبونسور يخلصك على اللبسه نتاعو ليكيبمون نتاعو عندي دي سبونسور من الاترونجي عندي بي اس اي موكسو فهمت عندي كلهم من برا ما عنديش اي لو اي تو المطلوب المطلوب شنو هو المطلوب 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 تحب انت وصل الكلام نتاعك وكلمتك وصلها للوزاره للجامعه للمدرب اللي تحب انت انا شو نخدم في روحي وحدي قبل كنت مع فيدراسيون كذا انا عندي مانجير عندي كيب كامله خلص في هنا كيني بريباراتور فيزيك لاباس عليك معناها انت مادي مش الحمد لله لبسنا عليه الحمد لله الحمد لله اما الى متى الى متى كي تجبد ما تردش بيت فوالا كي توكيبي اموال الوزاره احنا ما عندناش فيدراسيون لا وقال لك انت بروفيسيونيل
هذاك لمسي منصف ما كش داخل في ماكش داخل ما تشملكش واللي انا معنا مجموعه النخبه تكون تابع الجامعه انا نخبه انا مجموعه النخبه معناها كان هو معناها معناها ما تابعين الفيدراسيون كان الهوات صحيت كان جا اوكورون يحل الدوسي قالوا لي ميليت بوا 65 كيلو موجود في دو ستيل كان جا اوكورون هو راهو على بالو باش يحضر ليستا 2020 جو اولمبيك الكومبا هذا اللي حاضر الاولمبياد 2020 انا حاضر انا عندي الكلوب نتاعي نتاع تايلاند ديما حضرتني فهمتني اول عام عندنا نلعب باسم تونس نلعب باسم تونس رجعنا عاد لتايلاند انا بالنسبه لؤي نفسر الوضعيه نتاعو لؤي لاعب محترف جاي يطلب من السلطات التونسيه باش تقيدوا باش يمشي يمثل تونس في الدورات الكبيره ما تخلص ما تخلص ما تخلص سي بي لا ستاج هذا كلام صحيح ولا لا سي سا قلت عند امين عندي صافي دو زون ذكرت اللي قلت لي في اللحظه هذه امين قال لي تسحق سبونسور عامين التالي جاي من غير سبونسور وقتها معانا زاد كرم هنايا وقتها في الرياض رفع الاثقال ولوج على سبونسور وغيره لكن الكومبات نهار 20 مارس في القروان باش تتعمل شكون منظم هو بون ستانغيف اني قروي نرجع قروي السؤال انا ما مش سالتك على شكون خاطر برشا دي كومبا يتنظموا في تونس مانيش عارفينها وبطل العالم كل ابطال العالم انا مش سمسيره صحيح صحيح كلها ولات ابطال العالم في تونس ما عادش فاهمين شكون بطل العالم اللي ماهوش بطل العالم صحيح كلامك صحيح وهذا هو معناه تو اللي قلته بكري سيمونز قلت له سيمونز فينا الشامبيون دافريك بروفيسيونيل اي اس كي تقول انت ما تعرفش بالمنظمه ذي دونك انت ما تعرفش تخدم واللي هو معناه عندكم بروتوكول معاه وتخدموا معاه وكذا وكذا واللي هي تدخل فلوس اكثر حتى كي تخلصوا فلوس اكثر هي منظمه عالميه في البروفيسيوناليزم تاع بارتو يستعرفوا بها وانا تكرمت عليها من الوزير القديم بالتيتا هذاك ذكرته برشا الوزير القديم يظهر لي كانت علاقتك به مش صعب والله اللي اعطاني خاطر ذكرته برشا ذكرته برشا على خاطر حلي بيروه سيتو نهار اللي مشيت تحياتنا لسمير بن ذياب بالحق استقبلني طول وغزر السيد علي الديوري قال له هذا شوف لي في حل طول شويه سعيد الديوري شاف في حل شو عمل لك علي الديوري جمدني جمدت تنحيت من ليكيب ناسيونال على خاطر شوف شوف في حل هكاك لا هو قال له مود باس بيناتهم بوتيتر والله بوتيتر بوتيتر صحاب بوتيتر بوتيتر ديما النوايا الخبيثه معناها لا تصير تصير والله تصير تصير تنجم تصير افرح لي بيه نعطيك اكزامبل معناها افرح بيه نحاشك جمدني جمدت رجعت عملية ولا شوف الفرق اللي صار يعني وخي على شكل جمدت الراجل نعطيه الاكزامبل نتاع الديسين نتاع الملاعبي اللي نتاع فيورنتينا الاسبوع على ماخر على اوروبا ولا لا لا شوف شوف اول حاجه عملتها الفريق هو كونترا افي لعائلته مع انه الموقع الرسمي بتاع فيرنتينا على روحي اعطيني تاشيره باش نمشي نشارك في دوره الاولمبياد ولا كوب دي موند بضربوا تونس انا كنقولك حاجه كانك اكزامبل كمال ولؤي في بالك رحمه بن علي اسامه الوسلاتي بون رحمه اسامه يتسمى سلكها وقتها في الريو رحمه بن علي كانت باش تمشي تشارك قبل لي جوز اولمبيك في بطوله عالميه في التايكواندو كي تربح فيها في لي كومبا نتاعها في لي جوز اولمبيك ما يجيوهاش الكلاسي العشر يعني تنجم تلعب مع طول كاليفي هي لقات انه الدوله ما وفرت لهاش الفلوس تمشي تلعب الكومبيتيسيون هذيك اول مباراه لها في لي جوز اولمبيك تلعب مع بطل عالم وتخسر معناها كانت تجيب لنا ميداليه برونزيه معناها ريتهم ريتهم الدورات هذوما الدورات هذوما يخليوك في الالعاب الاولمبيه تواجه منافسين تجيب منهم دي ميداي وهذه الغلطه في رياضتنا توي شو الغلطه راهو يلزمنا نقولوا كلمه حق راهو سيفري فما تقصير لكن راهو الموارد الماديه هي الاساس في النجاحات على خاطر توا ناخذوا مثلا هاو بحذانا توا بطل قد كومبيان ساكوت ستاج بروفيسيونيل اللي كنت تشوف 10000 دينار اي مينيموم 10000 دينار كي عندك انت 10 في كل اختصاص راهو ما تنجمش توفر نحن شو نقولوا نقولوا قال لك كثروا علينا الابطال سي منصف انا يلزم شو شو الحمد لله صح يلزم المشروع نتاع الاستثمار الرياضي يتسهل على خاطر توا برشا قلت نسدروهم الابطال الجنسيين كثروا علينا معنا برشا مجنسين ما عادش معنا برشا 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 معناها رجال اعمال ما همش قاعدين يشجعوا في الرياضات هذوما راهو يلزم تسهل للدوله كي انت
رجل اعمال هي زاد هاولا ثلاث فهمت من كلام سي المنصف كمان يقول لك انا شي امين هلال بطل عالمي في كذا دبر سبونسور من عند تيكس الاجريك في تونس يحب الفلوس تاع السبونسور ويحب الفلوس تاع الدوله خالد. ويقعد السيد لثلاث الاخر مسكين لا سبونسور ولا دوله يعني الدوله وزاره راهي من با سهل تسفر للجواري الدوله الدوله اش قاعده تعمل؟ تعمل في كراس شروط الاستثمار بالنسبه معناها المشاريع الاجنبيه تو هذاك تسهل له انت اجا اعمل كراس شروط خاص برجال الاعمال كل رجل اعمال عنده امتيازات جبائيه باش ياخذ كراس شروط تاع صور فوتوغرافيه وامية تلقاها في المكان تو انت المستثمر الاجنبي نحاول نسهل له باش يدخل الفلوس ويعمل مشاريع ولدي اللي مش يجيب لي الفلوس ويهز درابه لفوق ما نصعب عليه شو صعب عليه باين بار اكزومبل السبونسر نتاعي اللي هو نتاع ليكيبمون عنده مقر في تونس عنده مقر في تونس جايه الماتريال جاي برمي الماتريال عندي ماتريال نتاعي نتاع السنه باش نخدم به اللي هو دي غوم تاع بريباراسيون دي غوم تاع كومبا لي شورت لي بروتيج كل شيء يقعد في الديوان معطل لي هو سبور هذه علاش هو سبونسور باش سبونسوري مش كان لي انا رو سبونسور عنده تيم اخر في تونس يسبونسوري فيه الكل بوريان كيك الراجل الماني يحب يستثمر مغروم دو كي تسمع انت ايكيب ناسيونال ايكيب ناسيونال كيك بوكسينغ عامناول عندها لعبه في السويد تتروفز فيزا ايكيب كامله ومعاهم رئيس الجامعه مش فضيحه مش فضيحه عند سفاره سامحني يوم باس باش نحكي على ليفينمون تاعي فيت في اي خلينا نفهم 20 مارس خاطر باش اخرهم معناها انت اخترت 20 مارس معناها سامبوليك خاطر عيد الاستقلال ولا 20 مارس سامبوليك واون باراليل جات بتبيعتها من دبي اختارت الداتا ذاك في قاعه لكن في 21 مش 21 خير عيد الشباب كان عيد الشباب ما عادش نحكي 14 جانفي 14 جانفي ولا عيد الشباب والثوره والله مانيش فاهم الياسمين مانيش فاهم بالتوريد حتى العياد حتى العياد تبدل مشيت مع 20 مارس مسوح مبدلوش امريكا منظم امور 20 مارس انت في الافيش هبطت انه معناها وزاره الشباب الرياضه والجامعه التونسيه للكيك بوكسينغ معناها تحت اشراف انت معناها اعترفت بالجامعه اللي تو تقول ما فماش جامعه اوزر صحيح في بلاصتك سؤالك في بلاصتك على الاخر سؤالك لكن احنا كي المعنيين بالامر لا والله شيء ليه سؤال بالحق في بلاصته المعنيين بالامر كي تقول لك يقول لك يا معلم نظم في ايفينمون انت وحدك يا اخي ما فماش كذا بروبوزين عليهم ليفينمون كذا شافوه شرشيو كذا الرئيس هذيك قال تخدموا انا نحن معاكم لا فلوس لا حد شيء معناها للتوضيح لا فلوس لا حد شيء اخدموا مبارك اخدموا انا نحن اوني اوكي اوني اوكي اوني اوكي مش مضروبه اللعبه ومش كذا اوني اوكي اللعبه اوفيسيال مش مضروبه تجيب التيتر تربح ان شاء الله نستعرفوا بيك نهزوك تقابل الوزيره بوريان وشكون البطل اللي باش تواجهوا باش نلعب كونتر ان شامبيون الجيريان شامبيون داراب شامبيون دالجيري شامبيون دو موند 2014 مونبر ايكيب ناسيونال الجيريان سليم عويساوي ان شامبيون بالحق كي ميريت لي ريسبي بريباراسيون لازم تو دير له هو باغارور قوي وعندنا ديفيرونس نتاع طول بيناتنا انت يا طول بيناتنا وي قاعد نخدم له ان شاء الله على ذاك قاعد نخدم له شيء ذاك المهم فرح به هو قصير هو شقيقنا جزائري مرحبا به في القروين اضربوا من بعد تسام بيان سور فرح به كوم الفو وخلينا اللقب نتاعنا يكون موجود هنا ان شاء الله اول ما تحصل على اللقب تكون موجود لوفان ماكس باش يطيح هو لوفان تايان هو اعطانا الكلمه لوفان تايان هو اعطانا الكلمه لوفان تايان ثلاثه لوفان ماكس من الاربعه تجيب لنا اللقب وديناه مع سي المنصف يجي فرد تجيني مدمدم معناها ان شاء الله ان شاء الله حتى كان مدمدم جي سي المنصف قد قد جي مع سي المنصف فرد حلقه ان شاء الله وقتها لؤي كل الدعم ليك معناش مزية هذا واجبنا وان شاء الله بالتوفيق ليك وان شاء الله كل الاشكالات تحل هاك امشي للبيرو نتاع سليمان الجراف راهو مفتوح وانا نعرف اللي ينجم يعاونك وقادر باش يعاونك نخليك تمشي تحضر في مدينه سوسه او تعب لا تنتهي في نيجي وحده للاعلام يمشي يدرب في سوسه وبعد يهبط للقروي يمشي حضر ليفينمون يعني هو الجامعه وهو المندوبيه وهو البطل وهو اللي مشي يضرب تونس والاخرين يتصوروا معاه هكا هو هذاك هو 59 دقيقة في مباراة كارا برازافيل اتحاد بنقردان 2 بلاش كارا برازافيل دوبلي الكابوي في الدقيقة الثالثة ونجوما في الدقيقة 22 ذكر الترجي اليوم عنها مباراته مع غورما هي الكيني 0 مقابل 0 حظ موافق لانديتنا التونسية الكلوب البارح خسر 3-1 ليتوال ربحت 4-2 دونك كل شيء مازال جواب في الروتور في انتظار انه زاد مباراه هذه توفى باخف الاضرار لانه اول مشاركه لاتحاد بنقردان وقله الخبره في صحيح. اجواء افريقيه اكيد مش تكون صعبه شويه المباراه ان شاء الله تسلكها اتحاد بنقردان واللي مليت ماركي بونت وهكذا ممكن 2-1 تولي جواب البرشا المباراه باللي ايش قولكم في مرسول او كومينيكي يخرجوا الملعب الجيبسي يبعثوا لوزاره الداخليه في جوره مباراه اتحاد بنقردان
رئيس الملعب الجيبسي يبعث برقيه الى وزاره الداخليه امنونا المباراه رونا ما عندناش ثقه بالله في المشي. يعني شنو عمل السيد صابر الجماعي كيف خرج هالكوميونيكي هذا؟ هدى الاجواء يا اخي. بن قردين جيبس 150 كيلومتر في ماشيين وبعد تقول لي مكتب جامعي وتقول لي حكم، هيك انت تعمل في العنف من خلال مراسله. انا واحد الناس اوكي يشعلوا النار ومن بعد يقول لك بخير امين. يعني مهزله، هو يعني مهزله. هو نتذكر ناس مع احترامي للملعب الجيبسي والسيد صابر جماعي على نتذكر مباراه اتحاد بن قردين وذي يرجع الكل راهو خالد التصريح نتاع مسؤول نتذكر ايمن شندول في مباراه مستقبل جيبس شنو هو قال بالضبط؟ قال مدام قال مدام معنا ودي زيد عاودها اي الاسبوع اللي فات هذي الكل راهو مش مسؤولين اكثر واحد. ليش كل يحاسبوا ايمن شندول؟ لا هو هو اللي كونفوكي باش يتعدى على كوميسيون ديسيبلينير يمشي غير كما غابش الرابطة. لا هو راهو فما كلام يتحاسب عليه المسؤول على خاطر انت بعد هو قال كلام هذي اعمق من هذا. هو هو اخر مره اخر مره ضد شبيبه القيروان شكك في الحفاوه نتاع اهالي القروان ومن بعد قال بالحرف الواحد قال بن قردين عندها رجاله وما يشطيها. معناها فما ميزات هذا اللي يتقال الاخر الجيمس يقول لك عندها رجال. لا لا شوف شوف باش تعودها ويبدا جمعيه كلها عندهم رجال وتونس كلها رجال. لا خالد خالد حتى في الرجوله ايمن شندول مهبط ستاتيو مكتوب فيه هكا هكا مكتوب بالضبط بعد مباراته ضد شبيبه القيروان مباراه اتحاد بن قردين شفته على الفيس كاتب يمين الباكوش في صدره. ايش معناه مسؤول يتحلف يجيونا غايه تشوف شنو نعمل؟ معناه هذا مسؤول هذا رئيس فرع كره قدم. معناه اليوم هل من واجب الرابطه اليوم باش تعاقب الناس هذوما حتى على الفيسبوك نتاعهم؟ معنى الفيسبوك أي ولا وسيله تنجم تعاقب عليه؟ لا انا على وسائل رسميه وسائل رسميه أوكي. انا التصريح اللي سمعته وسمعت من بعده اللي باش يتعدى على مجلس التاديب نتاع الرابطه هذا قانوني. اما ينجم اي واحد في التواصل الاجتماعي يقول اي كلام. وغياب الخماسي اللي خرج كوميونيكي وقال نحن غاضبين من تصرفات المكتب الجامعي غيابه البارح على الغينيوم تاع البيرو في ديغال قانوني ولا غير قانوني؟ توا نرجعوا بدايه الحصه اليوم قلنا راهو فما حاجه غير عاديه صحيح. في ميدان كره القدم وخاصه اللي نشوفوا فيه ميدان الاعلام الرياضي ميدان الجامعه اللاعبين كانوا عروض ماشيين لاوروبا من بعد مشاو للسعوديه كلمات ياسر. معناها فما ناس قاعده تحب تحط كره القدم تشوه صوره كره القدم التونسيه اللي ماشي ناقصه. شوف الفيفا شوهها المسؤول اول شوف شوهها شوف المسؤول. انت توا قداش العقوبه تجيب من الفيفا تشوف قداش معناها خلي واحد خلي واحد ساكت خلي الاربعه الجايه كمان اكيد برشا جمعيات في البلاك ليست واخرها مستقبل جيبس لولا تدخل المكتب الجامعي وخلص 30,000 دينار لمستقبل جيبس. برشا اشكاليات في الرياضه التونسيه نتاعنا وخاصه في الجامعات نتاع الرياضات الفرديه ما اكثرها مشاكلنا. لافونغو لليوم توفى ابقوا اوفياء لراديو ميد ملتقنا ان شاء الله الاسبوع القادم. باي باي تشاو.